بعد ما حكينا عن قضية الطالب إيهاب والمدرس الجزار، وبعد الحزن الشديد عليه وعلى نهايته المؤلمة، تتجدد الأحزان مرة تانية مشان نسمع قضية وقصة محزنة جدا عن بنت اسمها نيرة. وبكل أسف نيرة غادرت هالدنيا بطريقة صعبة جدا. نيرة اختارت الموت وفضلته عن الشي اللي قاعد يصير معها. شو قصة نيرة بالضبط؟ ويا ترى شو يلي صار؟ وشو هو الشي يلي خلاها أو يلي وصلها لهي المرحلة؟ بفيديو اليوم رح نعرف القصة الحقيقية الكاملة. وقبل ما نبدأ ما تنسوا أنه دعم صغير منكم بالاشتراك واللايك بيشجعني استمر، وابقى دائما عند حسن ظنكم. وبسم الله لنبدأ. نيرة هي بنت بتدرس طب بيطري بجامعة العريش، وبينقال أنه نيرة أصلا من المنصورة نفس محافظة إيهاب، ومعلومة غير مؤكدة. نيرة معروفة بدفعتها على أنها بنت ملتزمة جدا وقريبة من الله سبحانه وتعالى، دايما بتصلي كل الصلوات بوقتها، وحتى كمان كانت بتشجع كل أصدقائها أنه يصلوا بوقت الصلاة بالكلية. وكل دفعتها بيعرفوا من هي نيرة وشو أخلاقها، فسبحان الله كيف بنت بهي الأخلاق قرر أنها تقضي على نفسها. الموضوع غير منطقي وفي علامات استفهام كتير. وأكد الكلام اللي أنا بقوله أبوها وابن عمها اللي كان بالسعودية، وقالوا أنه نيرة في حدا عمل فيها يلي صار، وأنه نيرة مستحيل تكون عملت هيك بحالها، لأنها بنت بتخاف من ربها وملتزمة دينيا، وبتعرف تماما أنه يلي بيعمل هيك بيموت كافر. خليني أحكي لك القصة من البداية. نيرة وشروق أحمد كمال كانوا أصدقاء بالكلية، وصار بيناتهم خلاف، وبغض النظر عن تفاصيله شروق كان بدها تنتقم أشد انتقام من نيرة. واضح جدا أنه شروق شخصية قلبها مليان بالحقد والغل، فقررت أنها تستعين بصديق لإلها اسمه طه تميلي. راحت شروق لطه وقالت له باختصار نحن بدنا ننتقم من نيرة. طه وشروق صاروا يفكروا مع بعض بطريقة للانتقام، لحد ما وصلوا لفكرة شيطانية، وهي انه يصوروا نيرة وهي داخل حمامات الطالبات، وبدأوا يبتزوها وينزلوا صورها بكل مكان. وبالفعل شروق بدأت تتقرب من نيرة لحد ما تمكنت منها وقدرت تصورها بالفعل داخل الحمام، وراحت عاطت الفيديوهات والصور كلها للمدعو طه. طه بدوره عمل جروب كبير وصار يضيف كل رفقاته، والجروب هاد كان هدفه انه هو يضغط على نيرة ويهددها طول الوقت. وكان يقول بالجروب بطريقة مستفزة جدا: هاي يا جماعة، عنا فضيحة اليوم لوحدة زميلتنا، تحبوا نخليها الخميس ولا الجمعة؟ والغريب في ردة فعل الدفعة لما عرفوا انه هي نيرة هي المقصودة، كان ردهم على كلام طه غريب جدا. قالوا بكل وقاحة: مو هي اللي عاملة حالها شيخة وبتصلي كل فرض بوقته؟ رد سخيف جدا ما إله إلا تفسير واحد، إنه نحن للأسف الشديد صرنا بمجتمع متخلف وفاسد وفاجر كمان، يلي بيصلي بيتم السخري عليه وبينقال عنه شيخ، ولو سوى أي غلطة بيقولوا عليه الشيخ المنافق اللي عامل حاله شيخ. شو يلي خليك تتهم حدا بالنفاق أو إنك تحكم على شخص بسطحية وطريقة ساذجة جدا؟ اترك كل واحد بحاله، اللي بيصلي بيصلي لربه، واللي ما بيصلي كمان لربه، هو يلي بيحاسبه. وسبحان الله الناس اللي بتتنمر وتتمسخر بيكونوا أبشع خلق الله على الأرض. والغريب إنه بالقصة هي عم نحكي عن طلاب طب، يعني مثل ما بيقولوا كليات بالقمة، ولكن طبعا أيا كان التعليم وأيا كانت الكلية هاد ما إله علاقة أبدا بالأخلاق. وبالرغم من كل يلي عم يصير وصار، إلا أن نيرة ما كانت فاهمي أي شيء أبدا. كانت بتسأل نفسها طول الوقت: شو يلي عم يصير وأنا شو عملت أصلا؟ فمن حسن نيتها المسكيني ما كانت عارفة شو الغلط يلي ساوته. فتروح شروق وتقلها: أنت لازم تعتذري لإلي على جروب الدفعة فورا، وتقدمي اعتذار إلي
ولزميلي، ولو ما عملتي هيك رح أفضحك وأنشر صورك بالجروب كله. نيرة طبعا ما كانت عارفة إنه شروق مصورتها صور عارية وهي بالحمام، وصارت تسأل حالها ليش طه ينشر صوري بالجروب وأنا شو عملت واعتذار شو أصلا، ولكن قررت إنه تاخدهم على قد عقلهم وفعلا قدمت اعتذار، وكانت تعتذر لشروق وزميلها وعلى شو ما حدا كان عارف، ولكن من الواضح إنه الحقد والغل كان مسيطر على قلب شروق، وكانت غيراني من نيرة وشايفة إنه هي أحسن منها، فبتحب إنه تشوه سمعتها بأي طريقة كانت. في بعض العقول بالحياة مريضة، بتشوف الشخص الطيب اللي ماشي بحاله وما إله أي علاقة بحدا وبتحاول تستفزه وتطالع أسوأ ما فيه بأي طريقة. طه على نفس القدر من المرض النفسي الغير مبرر، قرر إنه يقترح اقتراح شيطاني جدا، ومشان شو؟ مشان يرضي شروق بدون أي سبب منطقي. قال راح نعمل أكونت باسم نيرة وأكونت تاني نبدأ نكلم منه نيرة، مشان بالنهاية نعمل شات بين اتنين ونقول إنه نيرة متجوزة عرفي من وراء أهلها. الموضوع عم يزيد كل يوم عن حده، والتهديد والخطر على نيرة بيزيد يوم عن الثاني، لحتى نيرة راحت لوكيل الكلية حاتم محفوظ وطلبت منه المساعدة، ولكن وكيل الكلية كان رد فعله على نيرة رد بمنتهى الغرابة، قالها أنت ما بتعرفي مين هدول ولا أهلهم، بيكونوا مين؟ عيلتهم كلها ضباط، فبعدي عنهم أحسن واتقي شرهم. سبحان الله، رد في منتهى الغرابة من شخص ما بيستحق أبداً المنصب اللي هو قاعد فيه. التهديد زاد أكتر، ونيرة صار اسمها على كل لسان بين رفقاتها ودفعتها وخصوصاً جروب الواتس. وتعالوا مع بعض لنشوف الشات شو كان فيه بالضبط، وبعدها نروح لأهم نقطة بحلقة اليوم، وهي هل نيرة فعلا قررت أنه تقضي على حياتها، ولا نيرة ماتت بطريقة تانية والكل بيحاول يتكتم على الموضوع؟ وقبل ما نجاوب على هذا السؤال وسمعكم الإجابة من أهل نيرة، تعالوا نقرأ الشات ونشوف الدفعة كيف كانت عم تتعامل معها، وشو يلي بيأكد أنه فعلا نيرة ماتت موتي مو طبيعي. السكرين الأولى كانت بالبداية قبل ما حدا من الدفعة بيعرف عم يحكوا عن مين، بيقول طه اللي مسمي حاله الدكتور طه، حابين نصبر عليه يفكر وياخد التهزؤ المحترمة يوم السبت. يعني حتى طه يا جماعة مثل ما انكم شايفين هو دكتور ولكن فاشل بالإملاء، يعني أنا مو عارف اقرأ الكلام من كتر ما في أخطاء إملائية. مختصر الكلام هو كان بيقول رح نصبر شوي ولا نفضح الضحية أو نستنى يوم السبت. ومثل ما عم تشوفوا في بعض الناس من الدفعة مصوتين تحت وكاتبين إنه بدهم يفضحوها الساعة 12، يعني من الواضح إنهم مو قادرين يستنوا على الفضيحة، بدهم يفضحوها حالا ويعرفوا الحقيقة. دكتور طه بيقول كمان ربنا وصانا إنه نحنا نقتل البرص وهي شبه البرص وفيها شبه كبير منه، فأكيد عرفتوا هي مين صح؟ المشكلة يا جماعة أنا ما بدي أتنمر ولا بدي عيب على خلقة الله، بس واضح مين هو البرص. وهلأ سكرينات مثل ما أنتوا شايفين للجروب اللي هم عملوه. طه بيقول يا جماعة قلبي ضعيف ما ينفعش اللي بيحصل ده، ومريم طبعا بتقول أنا بموت من الضحك. أما شروق فكانت بتقول ربنا يعلم أنا لسه صاين العيش والملح اللي كان بيننا، لأن أنا لو ما كنت صيناه كنت عملت حاجات كتير قوي، بس أنا تربيتي ما بتسمحش بكده وحصل خير وأنا سكتي أساسا. طبعا شروق بهدول الجملتين بانت من تربيتها الحقيقية. وطبعا مثل ما أنتوا شايفين طاهر بيقول حد يجيب له ملخص الشات عشان مش فاهم الموضوع. وأخيرا ملك طلعت إنساني محترمي بتقول لألهم إحنا ملناش دعوة بالحاجات دي، أنتم عايزين تفضحوا خلوا المشاكل دي ما بينكم مش قدامنا. والشات مثل ما كان في ناس أكيد وعي ومحترمي من دفعتها، كمان في ناس مرضى نفسيين كتير، وحتى في بعضهم مثل يوسف كان يشجع طه على يلي بيعمله.
وبعد كل هاد يلي صار يقال انه نيرة اخذت حبة الغلي، واللي ما بيعرفها هي حبة بيحطوها للمحاصيل شديدة السمية مشان تمنع الحشرات، وانه هي انهت حياتها بنفسها. ولكن هي مو الحقيقة على حسب ما قال والدها وابن عمها. وخلاصة الكلام انه والدها قال انه راح للمستشفى واستلم جثمان بنته ودفنها بدون ما يشغل باله مين يلي عمل فيها هيك او كيف ماتت. واهم شغلي بالنسبة لإله انه بنته ترتاح بقبرها. اللي حصل ان بنت في كلية الطب في العريس طب بيطري يوم السبت اللي فات ده اتصلت بينا واتصلت على والدتها قالت لها ان هي بترجع وتعبانة. اتصلت تقريبا في حوالي الساعة كام تقريبا؟ بعد الفطار من بترت. يعني هي كانت بتفطر، هي كانت معاها على الفطار. يعني هي كانت صايمة. كانت صايمة. ايه بقى اللي حصل او ايه اللي وصل لك تفضل كده؟ اللي حصل ان هم اتصلوا بينا قالوا تعالوا بنتكوا تعبانة تعالوا شوفوها. شوفها. شوفها ازاي يعني احنا رايحين دياربة ولا رايحين بالطريق ده؟ احنا رايحين العريس مشوار. فالمدام لما بتقول لي تعالى الواد واحد اثنين ثلاثة قلت لها ما اعرفش هي فين حته ده في العريس هنروح ازاي يعني رايحين نجيبها ونيجي. ايه تعالى نجيبها ونيجي. فهي جايز اللي تسلم ما جا عليها هي الاول عرفت الدنيا فيها ايه عني لاني كنت جاي من الشغل متاخر خدت بالك ما اعرفش اكتر من اني جيت اريح شويا قومتني من النوم قالت لي ده ايه نيره بنتك تعبانه تعالى هناخد عربيه ونروح لها. مجرد ما رحت وصلت هناك الساعه 1 ونص 2 بالليل لقيت في هيئه الاستقبال اللي موجوده كلها اللي هم بتاع المدينه الجامعيه مصروفه على الاكل والشرب والمنظر العام اللي انت عارفه بتاع المدينه الجامعيه. جم معانا وطلعوا معانا فوق طلعت البنتي جيت اخدت البنت ما ادتش دخلوني له ايه يا جدعان في ايه انتوا بتقولوا تعالوا خدوا بنتكم. انا بس شويه كده شويه في شويه نزلت تحت النباتيه لقيت امين تركا بيقول لي نعمل لك محضر. قلت له عشان ايه؟ لقيت مع المحضر جنبه منه كده تقرير ايه؟ طبي. تقرير وفاه. وفاه. تقرير وفاه. بس طب في تقرير وفاه يعني هي ميت سيبيني بقى مش عامل اي حاجه بقى لما اطلع اشوف ايه بنتي. الاب شخص بسيط جدا وعيلي بمنتهى الاحترام والادب والرقي، عيلي ابسط بكتير من يلي صار معهم. والبنت كمان كانت محترمه جدا حسب شهاده كل اصدقائها، وناس على كتر ما انهم طيبين وعلى نيتهم مو عارفين اصلا كيف ياخذوا حقهم او يبدوا يعرفوا الحقيقة وين. وكل يلي كانوا يقولوه نحن بدنا حقنا. والأهم من هاد كله التفاصيل يلي قالها ابن عمها بعد دفن نيرة. وأهم جملة قالها إنه نيرة مو هي يلي موتت حالها، ونيرة كانت بهذا اليوم صايمي وحبة الغلي لو أخدتها لكانت ماتت بعد ساعة من تناولها. ولكن الموضوع اللي الكل شكك فيه إنه حدا حط لها شي بالعصير، خصوصا انه قبل ما تموت حكت مع حدا من اصدقائها ونزلت معاه وبعدين رجعت بعد ساعة تقريبا. وبعد ما مر شوية وقت حست نيرة بألم شديد وراحت للمستشفى. ولما راحوا اهلها مشان يطمنوا عليها اكتشفوا للأسف الشديد انه المسكيني فارقت الحياة. فالموضوع غريب ومريب، وفي احتمالية كبيرة جدا انه فعلا في حدا حط لها شيء بالعصير. مصر بعيده قوي الانتحار، كله بيقول الانتحار بالحبات غله، حبات غله بنبحث عن حبات الغله ساعه واحده يكون في خلاص ماتت خلاص. انما هي فضلت فتره طويله من الساعه تقريبا من الساعه 7 لحد الساعه 2 بالليل او 3 بالليل عشان لما توفت. لكن ما كانش في دواعي اساسا للانتحار. لا ما فيش اي دواعي للانتحار، يعني ما كانش في دواعي، ما كانش في خلافات، كانت صايمه. ايه اللي خلاها تنتحر وهي صايمه؟ كانت صايمه. انا عرفت ان السم اتحط لها في كوبايه العصير ساعه الفطار. الله اعلم، الله اعلم، احنا مش عارفين اي حاجه. هم قالوا في ماده اتحطت في حاجه او ماده اخذتها، بس هي ايه ما نعرفش. غير معلومه الله اعلم. بس هي قبل ما تموت ممكن بساعه كده او اكتر من ساعه جالها، كانت بتكلم حد واحده صاحبتها على الواتس ونزلت لها. شو يلي يخلي واحد مثل طه ومثل شروق يفكروا التفكير الشيطاني ويأذوا البنت بالطريقة البشعة هي؟ ما بنستبعد عنهم أي شيء تاني إطلاقا، وممكن بالفعل أنهم خططوا مشان يتخلصوا من نيرة. لهيك كل واحد شارك بالموضوع هاد بأي شكل من الأشكال لازم يتحاسب، من وكيل الكلية لحد الطلاب اللي كانوا يتنمروا بالجروب. كل شخص لازم يتحاسب لحتى يكونوا عبرة وما يتكرر أو يرجع يصير مثل هيك موضوع بالجامعات والمدارس. ولازم حتى الأهل
يعلموا أولادهم أنه التنمر والأذية والحقد والغل ممكن يسبب بإنهاء حياة حدا أو يصير كوارث لأشخاص ما لهم ذنب. وبالنهاية ربي من عالي سماه يرحم نيرة ويسكنها الفردوس الأعلى ويصبر قلب أهلها. وبتمنى كل شخص إلي يد بموضوع نيرة يتحاسب وياخد العقاب بالدنيا والآخرة. الموضوع صعب جدا والمظلوم لابد من أنه ياخد حقه. إذا ما كان بالدنيا فرب العرش الكريم أكيد بياخد حقه بالآخرة. فحسبي الله ونعم الوكيل. ويا ريت تكون قدرت وصلكم الحقيقة. وما تنسوا الاشتراك واللايك ومشاركة الحلقة بكل مكان. كان معاكم كنان، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك ربي وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.